صلاحية رئيس الوزراء معروفة بهذا الموضوع. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل، وفيها وأي كلام عن خلاف بيني وبين فخامة الرئيس غير موجود لا بقاموسي ولا بقاموس فخامة الرئيس. الحريري من بعبدة، أنا متفائل أكثر من أي وقت مضى وعلى جميع الأفرقاء تقديم التنازلات لتسهيل عملية التشكيل. وفد روسي رفيع في بيروت اليوم لبحث ملف النازحين. السويداء تحت هول المجزرة التي ارتكبها داعش بعدما سحب النظام الأسلحة من أيدي الأهالي. صباح الخير. البداية من موضوع النازحين، حيث من المقرر أن يصل الوفد الروسي إلى مطار رفيق الحريري الدولي آتيا من عمان عند الواحدة من بعد الظهر، ويستقبله مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان مع مسؤولين آخرين، على أن يعقد اجتماع لبناني روسي عند الواحدة والنصف برئاسة الحريري وحضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين السوريين وشعبان. الوفد الروسي ينتقل عسرا إلى قصر بعبدة، حيث سيعقد اجتماع روسي لبناني لبحث ملف النازحين، وسيترأسه عن الجانب اللبناني الرئيس ميشيل عون، ويضم الرئيس الحريري ووزير الدفاع يعقوب الصراف، ويخصص لمعرفة الطرح الروسي من الملف والآلية التي سيتم الاتفاق عليها لمواكبة الخطة الروسية بعدما اتفق الرئيسان عون والحريري على موقف واحد من هذا الموضوع. حكوميا، أشاد الرئيس المكلف سعد الحريري بعلاقته برئيس الجمهورية ميشيل عون، وذلك بعد لقائهما في بعبدة. الحريري قال إن الأجواء إيجابية في موضوع تشكيل الحكومة، وإنه متفائل أكثر من أي وقت مضى، داعيا الأفرقاء إلى تقديم التنازلات. فتح الرئيس المكلف سعد الحريري جملة أبواب مقفلة بتأكيده على أن الأمور إيجابية وأن العقد الموجودة تتجه نحو الحلحلة، وبأنه سيزور بعبدة أكثر من مرة خلال الأيام المقبلة مع تكثيف للاتصالات والمشاورات مع جميع الأفرقاء. وكان لافتا لدى دخوله الملف الأبيض الذي كان يحمله. مواقف متفائلة عكسها الرئيس الحريري عقب لقاء دام قرابة الساعة ونصف الساعة مع الرئيس ميشيل عون، حيث أكد أن لا خلاف بينهما، كما جرى البحث أيضا في مسألة عودة النازحين السوريين والوضع الأمني في البلاد. ودعا الرئيس المكلف إلى ضرورة التروي في الإعلام، لأن ما يتم نشره يخلق أجواء سلبية من شأنها التأثير على مسألة تشكيل الحكومة. صار كتير كلام خلال هالأسابيع الماضية، الناس شككت يمكن بالعلاقة بين فخامة الرئيس، واللي هي العلاقة اللي بنت هذا التوافق اللي موجود بالبلد واللي أنجزت ما أنجزته خلال الحكومة السابقة. وأي كلام عن خلاف بيني وبين فخامة الرئيس غير موجود لا بقاموسي ولا بقاموس فخامة الرئيس. نحن نشتغل لمصلحة البلد ونتعاون لمصلحة البلد، وهذا العمل حيكمل. في بعض الأمور في تشكيل حكومة تحلحلت إن شاء الله، واتفقنا على إسراع وشغل متواصل بهذا الموضوع أنا وياه، ولذلك حتشوفوني عم بيجي أكثر على رئاسة عند فخامة الرئيس لحتى نوجد الحلول بأسرع وقت ممكن. أنا متفائل طول عمري متفائل، ولكن اليوم متفائل أكثر من أي فترة أخرى، وإن شاء الله ما تخربوا لنا إياها أنتوا بالإعلام وتبلشوا تقولوا كلام عن لساني أو عن لسان فخامة الرئيس. أتمنى أنه هالإيجابية نحافظ عليها. ما أنا مش هقول لك إذا قدمت ولا ما قدمت، ما قدمنا أكيد ما هقولكم، بس أنا اللي بدي أقولكم هي أنه الأمور إيجابية والأمور صارت أوضح والأمور النفوس صارت يعني شوي هيك رأيت الناس والأفرقاء السياسيين رأوا، وفي أمور إيجابية حصلت بهالاجتماع مع فخامة الرئيس. لا 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 ما في مناورة، أنا عم بقولكم هذا موضوع إن شاء الله جدي، وخلال
كم طلعة حتلاقوا انه حتطلع الحكومة بإذن الله. أول شيء هذا موضوع ما له دخل بالخارج، لا من قريب ولا من بعيد. ما في أي كلام، يعني سمعت كمان بالناس بتتهم المملكة، المملكة ما إلها دخل بهذا الموضوع لا من قريب. ناس تتهم إيران ما إلها دخل بهذا الموضوع، ناس تتهم بعد شوي حيحطوا الصين واليابان وما أعرف شو. ليش؟ الموضوع داخلي بحت. وأنتم بتكون تعرفوا شغلة واحدة، إنه هيدي حكومة بعد انتخابات طالت لمدة 9 سنين، وهيدي حكومة بإذن الله ممكن تضاين 4 سنين. فإذا أخذت شوية وقت وفي شوية شد حبال، it's understandable، يعني ما مش قصة إنه نهاية العالم. الرئيس الحريري أكد أنه لن يرد على كلام النائب جميل السيد، واعتبر أن ما قاله الوزير جبران باسيل يبقى في خانة ما يتم تناقله عبر الإعلام. فيما يخص كلام الوزير جبران، نحكى كتير خلال هالأسبوع أو العشر أيام، مش حوقف عن اللي نحكى عني. وليش بدك توقفي عن الكلام اللي نحكى من جبران؟ في غيره حكى أضرب بكتير وأساء لرئاسة الحكومة، وكل من أساء لرئاسة الحكومة الكلام مردود لإله. اليوم في كلام من قبل جميل سيد، صح ولا لا؟ عم يعلمني أخلاق، بس أنا مني مضطر أن رد على شخص مثل هذا. ملف عودة النازحين السوريين أخذ بدوره حيزا كبيرا من اللقاء بين الرئيس الحريري والرئيس عون مع وصول الوفد الروسي إلى لبنان واللقاءات التي سيجريها مع المسؤولين اللبنانيين. شوف هذا الموضوع، أول شيء نحن بدنا نسمع من الروس، لأنه هن ومع الأمريكان هن اللي طلعوا بهال يمكن المخرج، صح ولا لا؟ فوجود بكرة الوفد الروسي بلبنان هو لاستضاح بما هن مقترحين. نحن بنعرف شو مقدمين للأردنيين مثلا. نحن أملنا أنه عودة اللاجئين أو النازحين إلى سوريا تكون عودة آمنة، وعودة تكون مضمونة من قبل الخارج، يعني إن كان الروس ولا الأمريكان ولا الأمم المتحدة. فهذا موضوع بدنا ننظر له نحن مع اللي طلعوا بهالحل، لحتى نشوف نحن مع فخامة الرئيس شو نوعية اللجنة اللي ممكن نحن، وشو طبعة أمني ولا غير ذلك. وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أكد الرئيس الحريري أن الموقف موحد حول الجيش اللبناني وما يقوم به، وأن أهالي بريتال هم أهلنا، وعلينا القيام بإنماء حقيقي للمنطقة يتزامن مع الخطوات الأمنية. نحن مع الجيش اللبناني ومع يعني أي عمل بيقوم الجيش اللبناني. ما في شك أنه اللي حصل ببريتال في يمكن بعض ردود الفعل من أهل بريتال اللي هن أهلنا ما ننسى، واللي هن لبنانيين، واللي هن نحن الحكومة الدولة اللبنانية مسؤولة عنه، واللي كمان أيضا المنطقة متروكة لفترة طويلة من دون أي عمل اقتصادي جدي بمنطقة البقاع الشمالي وأيضا عكار. هذه المناطق منسيه، فيجب علينا نحن كدولة انه الحل بهالامور مش حيكون فقط عسكري، يجب انه يكون في انماء حقيقي بهالمناطق. حاج بقى نقعد نحكي كلام واللي ما بينصرف بجيوب المواطن. نحن بسادر كرسنا مبالغ كتير كبيرة لهالمناطق المحرومة. واعتبر الرئيس الحريري ان مصلحة البلد هي الاهم، وعلى بعض الافرقاء التنازل من اجل هذه المصلحة. بعد هجوم النائب جميل السيد على الرئيس عبد الحريري، النائب سامي فتفت يرد قائلا: يبدو أنك تحلم بعودة أيام الوصاية. رد عضو كتلة المستقبل النائب سامي فتفت على النائب جميل السيد بعدما اتهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالمماطلة بتشكيل الحكومة. فتفت وفي سلسلة تغريدات قال: يا حضرة الزميل جميل السيد، إذا الشعب انتخبك لتحترم الدستور وعقل الناس، فإن محاولة ضرب الدستور والطائف هي محاولة لإشعال الفتن الأمنية والطائفية والمذهبية الذي برعت فيه على الدوام. وأضاف فتفت: إن كلام جميل السيد يذكرنا بالممارسات الأمنية والأخلاقية
الأخلاقية أيام الوصاية وتقييمك للناس والنواب والرؤساء في حينه. يبدو أنك تحلم بعودة أيام الوصاية. ليختم تغريداته قائلا: الدستور والطائف فوق الجميع، وعدم احترام الدستور محاولة لضرب الطائف، فهذا العمل تحقير لجميع اللبنانيين وضرب لأمنهم واستقرارهم. في عز قوتك يا جميل السيد لم تنفع تهديداتك، ولن تجدي نفعا اليوم ولا غدا. في عين التيني جدد الرئيس نبيه بري الدعوة إلى الإسراع بتشكيل الحكومة. التقرير لربيع شنطف. عين التيني كانت على لقاء رئيسين ميشيل عون وسعد الحريري في بعبدة، وهي لم يكن لديها أي جديد بشأن تشكيل الحكومة. الجلسة التشاورية التي كان يلوح بها رئيس مجلس النواب نبيه بري للحث على التشكيل يبدو أنها لن تعقد في ظل الأجواء التفاؤلية. هذا ما فهم من تصريحات بعض النواب الذين شاركوا في لقاء الأربعاء النيابي. ركز دولة الرئيس في لقاء اليوم على ضرورة الإسراع في إنجاز الملف الحكومي، لأن الأوضاع الاقتصادية وآثارها الاجتماعية إضافة إلى التزامات لبنان الدولية من خلال صدر وغيرها من المؤتمرات تتطلب قيام حكومة. منذ أسبوع حضر فقط النائب سليم عون عن التيار الوطني الحر إلى لقاء الأربعاء، لكن هذه المرة حضر ثلاثة نواب هم إلى عون سمو أبي رمية وألا عون الذي لفت إلى أن لا قطيعة مع بري. رئيس الحكومة هو عم بفاوض الجميع، وعلى أساس هذا التفاوض بتفك العقد. نحن من الأول قلنا تسهيلا لمهمته ياريت بيعتمد معيار واحد وبيفرضوا على الكل منه وجورج نواب. وزير رياشي بيقول انه بدهم خمس وزراء كقوات، ياخدوا خمسة ما معنا مشكلة. وقت اللي بيطلب الوزير رياشي خمس وزراء يعني عم بحط معيار ثلاث لواء بيطلع لهم وزير، مش هيك؟ ساعتها كل الكتل بدها تمثل بذات الطريقة. هل التقارب اللي عم بيصير بين تشريع الحشيشة لم يغب هذا الأسبوع، وقد علم تلفزيون المستقبل أن هنالك مسعى كي تنتشر زراعة هذه النبتة في بعلبك الهرمل مقابل الحفاظ على زراعة التبغ والتنباك في الجنوب، على أن تكون إدارة خاصة للحشيشة على غرار الريجي التي تدير التبغ والتنباك. ومن المتوقع أن تتأمن حوالي 50,000 فرصة عمل في بعلبك الهرمل. وفي هذا الإطار قدم النائب أنطوان حبشي لبري اقتراح القانون المتعلق بهذه الزراعة. اللهم خير أنه نأخذ بعين الاعتبار كل الضوابط، ما نحول هالمسألة لإدارة عامة بكل العالم. الإدارات العامة إنتاجيتها كتير واطية وما بتقدر تضبط الأشياء، ونسمح للشركات الخاصة أنها تكون منافسة. الأوضاع الاقتصادية سيئة وضرورة التنبه للأمر سبب دفع وزير المال علي حسن خليل للمشاركة في لقاء الأربعاء، واضع عن النواب بأهمية تشكيل الحكومة لتطبيق مقررات صدر. اللقاء الديمقراطي طالب بدوره بالترفع عن الخطاب الغرائزي واعتماد لغة العقل والمنطق والواقعية في مقاربة المطالب الوزارية. جدد اللقاء الديمقراطي دعوته إلى الإسراع في عملية تأليف الحكومة وعدم إضاعة الوقت خلف حجج ومبررات واهية. موقف اللقاء جاء خلال اجتماعه في كليمونسو برئاسة النائب تيمور جنبلاط، حيث تم البحث في عدد من الملفات السياسية والحياتية. يجدد اللقاء دعوته للإسراع في عملية تأليف الحكومة وعدم إضاعة الوقت خلف حجج ومبررات واهية، ويطالب بالترفع عن الخطاب الغرائزي واعتماد لغة العقل والمنطق والواقعية في مقاربة المطالب الوزارية وفق معايير واضحة محددة من أجل إنجاز عملية التأليف، بعيدا عن منطق أو معادلات التعطيل وعن منطق الأكثرية والأقلية. كما توقف اللقاء عند التطورات الحاصلة في منطقة السويداء، معربا عن شجبه واستنكاره للأعمال الإرهابية التي استهدفت المنطقة. وتساءل اللقاء كيف وصلت داعش بهذه السرعة إلى السويداء ومحيطها، وتحديدا إلى القرى التي آمنت بالضمانات المعطاة لها. ويتساءل اللقاء هل الموضوع هو بهدف الانتقام من أبناء الجبل الشرفاء ومن مشايخ الكرامة الرافدين بالالتحاق بالجيش لمحاربة المواطنين السوريين؟ ومن هنا لابد من أن تقوم روسيا بحماية الدروز العرب الشرفاء من مكائد النظام وداعش على السواء.
اللقاء الديمقراطي أكد أيضا أهمية التوجه لتشريع زراعة نبتة الحشيشة لأغراض طبية واقتصادية مع تنظيم هذه الزراعة عبر قانون وضوابط محددة. في سوريا شهدت السويداء مجزرة مروعة ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي أدت إلى مقتل أكثر من 220 شخصا. في أعنف موجة هجمات في سوريا منذ أشهر عدة، ضرب تنظيم داعش الإرهابي في السويداء حاصدا المئات بين قتيل وجريح. وفي التفاصيل، تفجيران انتحاريان في سوق للخضار وحي سكني في المدينة، فيما تمكن أبناء السويداء من قتل انتحاريين قبل أن يتمكنا من تفجير نفسيهما، وألقي القبض على مهاجم ثالث. وبالتزامن مع التفجيرات الانتحارية، شن مسلحو داعش هجمات على عدد من القرى بالريفين الشمالي والشرقي للسويداء، حيث اشتبكوا مع قوات الأسد. محللون عسكريون أكدوا أن ما شهدته السويداء من تفجيرات وهجمات هي محاولة من نظام الأسد وتوجيه رسائل تهديد لأهالي المنطقة على خلفية رفض مشايخ المنطقة مطالب الوفد الروسي الذي زار المحافظة قبل يومين، مطالبين بانضمام الشباب للخدمة الإلزامية في ميليشيا الفيلق الخامس. ميدانيا أيضا، بدأت قوات النظام عملية عسكرية باتجاه حوض اليرموك انطلاقا من بلدة نوى وتل الجابية في ريف درعا، وسط تمهيد مدفعي وصاروخي عنيف. وفي شأن سوري آخر، كشفت وسائل إعلام روسية عن رزمة مطالب إسرائيلية حملها وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف إلى موسكو، تتضمن وبحسب ما كشف مسؤول إسرائيلي كبير، أولا عدم السماح لإيران بإقامة موطئ قدم عسكري في سوريا، ثانيا إزالة جميع الصواريخ بعيدة المدى، ثالثا إغلاق أي مصانع تنتج صواريخ مواجهة بدقة. وشملت المطالب الإسرائيلية كذلك ضمان إخراج جميع أنظمة الدفاع الجوي التي تحمل الأسلحة المذكورة من سوريا، كما اشترطت إغلاق المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان وبين سوريا والعراق لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية. وتتابعون بعد الفاصل، مرفأ طرابلس يجذب ثالث أكبر شركات العالم للنقل البحري. أهلا بكم من جديد. سلسلة لقاءات للرئيس المكلف سعد الحريري في بيت الوسط تناولت شؤونا سياسية وحياتية. ترأس رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيت الوسط اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة البحث في ملف إنشاء محطة تغويز FSRU في لبنان، في حضور الوزراء سيزار أبي خليل، علي حسن خليل، محمد فنيش، ويوسف فنيانوس، رئيس هيئة قطاع البترول وسام الذهبي، والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل. بعد الاجتماع، أوضح الوزير أبي خليل أنه وضع المجتمعين في أجواء سير المشروع والمراحل التي قطعها والخطوات المستقبلية التي يجب أن تتخذ. كذلك استقبل الرئيس الحريري مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الذي أطلعها على أوضاع طرابلس ومشاريعها، وقدم له دعوة لزيارة المدينة، كما أبلغه أن الشمال ينتظر بفارغ الصبر ولادة الحكومة. وأضاف المفتي الشعار: كلنا ثقة أن الرئيس الحريري هو المؤتمن ليس على الطائفة السنية فقط، بل على الوطن كله. الرئيس الحريري التقى أيضا سفير أستراليا في لبنان جلين مايلز، وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية. وكان الرئيس الحريري قد استقبل الدكتورة ماري جون بيلا زيكجيان، وعرض معها الأوضاع العامة. كذلك التقى رئيسة مركز الصفدي الثقافي فيوليت الصفدي، التي عرضت له برنامج النشاطات الاجتماعية والثقافية للمركز لعامي 2018 و2019 المرتقبة نهاية العام، وطلبت منه رعاية بعض النشاطات الأساسية، خصوصا أن نشاطات المركز والمؤسسة يتمحوران حول تنمية الإنسان وبناء المواطن اللبناني. غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق عبر تويتر قائلا: تداول بعض وسائل الأعلام معلومات عن رفض عرض تلقيته لدور معين إلى جانب الرئيس سعد الحريري، هذا كلام عار عن الصحة تماما. وتابع المشنوق: علاقتي بالرئيس الحريري ثابتة وأقرر بالتفاهم معه أي دور أو موقع أتولاه في المرحلة المقبلة، وهذا موضوع بحث هادئ. ثالث أكبر شركة في العالم سترسو سفنها الضخمة في مرفأ طرابلس الشهر المقبل لأول مرة، ليكون مرفأ عاصمة الشمال الموزع لمرافئ دول عدة في الشرق الأوسط. التقرير لغسان فران.
هنا سترسل بواخر الأم لشركة CMA CGM، ثالث أكبر شركة في العالم للنقل البحري، الشهر المقبل على مرفأ مدينة طرابلس. صاحب الشركة الله يرحمه أستاذ جاك سعودي هو اللي قرر يفتح مركز بطرابلس، مكتب بطرابلس. سفن هذه الشركة ترسو في 180 مرفأ في العالم، من بينها مرفأ مالطا الذي يوزع البضائع على دول شرق أوسطية عديدة، وأصبح مرفأ طرابلس يتشارك معه هذه المهمة. تبلش المزر شب، يعني البواخر الأم تجي على مرفأ طرابلس لتفرغ، لأن مركز طرابلس رح يصير عنا مركز لتوزيع الكونتينرات لبقية المرافق الشرق البحر المتوسط، مثل ما كان ومثل ما بقي لمثل ما بعده لحديت هلا مرفق مالطا. الشركة بدها تعمل مركز التوزيع بطرابلس لتوزع بقية مرافق البحر المتوسط، يعني مثل مصر، تونس، ليبيا، الجزائر، تركيا، مرسين، اسكندرون، بيصير محل مرفق طرابلس مركز توزيع. الانعكاسات الإيجابية لهذا المشروع كثيرة على طرابلس، خصوصا لجهة الشق الاقتصادي. البضائع بتروح من طرابلس إلى دول المنطقة، هذا معناته أنه اعتمدت طرابلس كهب أساسي على شرق البحر المتوسط، ومنها بتنطلق البضائع إلى الدول العربية المجاورة، وهذا الهدف الذي نحن صرنا فترة عم نشتغله، وهذا دليل على أنه واقع طرابلس الاقتصادي أهم شيء فيه هو أنه يكون مركز لوجستي على شرق البحر المتوسط. وإلى هذا المشروع مشاريع أخرى تلوح بالأفق. نحن بطرابلس علينا أنه نرمي التشاؤم خلفنا ونبلش نبني أمل للمستقبل. نحن عنا دور اقتصادي أساسي اللي هتلعبه المنطقة، منطقة الشمال بشكل عام وطرابلس بشكل خاص، وعلينا أنه يكون عنا أمل للمستقبل. وبهذا تكون عاصمة الشمال قد فتحت بابا تجاريا جديدا سينعكس بشكل إيجابي على تطوير اقتصادها. بعد بدء إدارة الجمارك بالتشدد ومراقبة وضبط التهريب في الأجهزة الخلوية، ضبطت مصلحة جمارك المطار فجر اليوم 270 جهاز آيفون مهربة من قبل مسافرين من دبي مرورا بمطار القاهرة إلى بيروت، وتعتبر هذه الكمية هي الأكبر التي تم ضبطها في قاعة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي. وتتابعون بعد هذا الفاصل. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال على قطاع غزة. أهلا بكم من جديد. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي استهدف موقعا للمقاومة شرق قطاع غزة، كما قصف الاحتلال مواقع أخرى للمقاومة شرق مخيم البريج وسط القطاع، وآخر في رفح جنوبا ورابع شمال القطاع. وقال جيش الاحتلال في بيان إن القصف جاء ردا على إصابة جندي إسرائيلي على حدود قطاع غزة برصاص قنص. إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منصة صواريخ في حوض اليرموك بسوريا ردا على إطلاق صاروخين منها باتجاه طبرية شمال الأراضي المحتلة. بالتنسيق مع فرنسا، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 كيانات و8 أشخاص لعبوا دورا مهما ضمن شبكة زودت الوكالة السورية التي تطور الأسلحة الكيماوية بمعدات إلكترونية. وقالت وكيلة وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب: نحن نعمل لوقف الهجمات الكيميائية الوحشية من خلال استهداف شبكات التوريد التي تدعم برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية. كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن تفاصيل الهجوم الحوثي الذي تعرضت له ناقلة نفط سعودية قبالة السواحل الغربية لليمن. وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي أن محاولة الهجوم باءت بالفشل بعدما تدخلت سفن القوات البحرية للتحالف في الوقت المناسب. وشدد المالكي على أن هذا الهجوم الإرهابي
يشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر. وفي الختام نذكر بالعناوين. وأي كلام عن خلاف بيني وبين فخامة الرئيس غير موجود لا بقاموسي ولا بقاموس فخامة الرئيس. الحريري من بعبدة: أنا متفائل أكثر من أي وقت مضى، وعلى جميع الأفرقاء تقديم التنازلات لتسهيل عملية التشكيل. وفد روسي رفيع في بيروت اليوم لبحث ملف النازحين. السويداء تحت هول المجزرة التي ارتكبها داعش بعدما سحب النظام الأسلحة من أيدي الأهالي. ومع العناوين تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. صلاحية رئيس الوزراء معروفة بهذا الموضوع.